طب ايه الفكرة؟ الفكرة انت بتحط ازاز البلاستيك وبتاخد مقابلها بوينتس بتجيلك انت معاها. السلام عليكم كل محبين السفر في كل مكان، مصطفى معاكم. فيديو جديد وكالعادة موجودين من مكان أول مرة أزوره. المكان اللي احنا موجودين فيه ده علم سوترا، وعلم سوترا دي منطقة موجودة في مدينة أو منطقة اسمها تانجرانج، قريبة منها جدا. موجودين دلوقتي في حاجة اسمها برودواي، هو مكان مخصص للأكل أو الطعام، فيه كمية أكل مش طبيعية، محلات ومطاعم كتير جدا. فاسمها برودواي علم سوترا، هتلاقوها على موجودة جوجل لو انت عايز تيجي سواء بالموتوسيكل أو بالسيارة. مكان بصراحة متنظم كويس جدا، في حاجات كتير جدا سواء مطاعم مشهورة او مطاعم محلية، هتلاقوا موجود كله هنا كده. ودي الكيدز اريا فول بالمنظر ده كده، والصوت اللي انتم سامعينه ده صوت القطر ما شاء الله. ادي ده القطر لو انت عايز تجيب ولادك هنا يلعبوا شوية في المنطقة دي. دي الساحة الكبيرة العامة. مكان جميل جدا لو انت عايز تاخد شوية حاجات كده، الصور الانستجرام تقضي فيه وقت كويس، ولازم تحاول تيجي من بدري شوية علشان المكان هنا بيقفل الساعة 10 بالليل، يعني على 9:30 كده بيبدأوا يخلصوا، لان انا جيت قبل كده هنا مرة بس ملحقتش المكان خالص. على 9:30 تقريبا كان كله قافل المطاعم بتاعته، فانت احسن وقت انك تيجي من الساعة 6 مثلا، 6:30 كده. وهنا برضو في ATM اغلب البنوك. المكان بصراحة جميل جدا 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 لتقضية الوقت. تقريبا حاجة وقعت من حد، تقريبا سمع صوت انا دوشة. طيب، وده المكان عبارة عن زي ما انتم شايفين كده مطاعم بسيطة، في عادات خارجية، هم منظمين الدنيا هنا بصراحة. زي ما انتم شايفين المشكلة، انا خايف انا من الموسيقى دي يجي لي عليها حقوق. هنا بقى تلاقوا كمان في باند او فرقة.
محل ملابس. انت انا بكون عامل حسابك تيجي تاكل بعدها تحبس بكوبايه شاي جميله على قهوه. المكان زي ما قلت تيجي هنا من الساعه 6 كده تقعد لك احلى 4 ساعات. المكان حلو جدا ولو معاك اولادك كمان مجانا هنا تستمتع بيه جدا. وادي برودواي الناس عماله تاخد صور. نخرم احنا من المنطقه دي كده نشوف المنطقه اللي بعدها. دي المنطقة الخلفية. يعني عموما المنطقة هنا المنطقة جميلة جدا. اسمها علم سترة. وده يعتبر جزء منها اللي هو البرودواي. بس المنطقة ككل المنطقة جميلة جدا. والمنطقة زي ما قلت متنظمة كويس جدا سواء هنا في البرودواي او المنطقة ككل علم سترة. طبعا اندو مارت حاضر في اي مكان. وكمان اندو مارت اللي هنا ده كمان في بوينت كافيه. كمان بوينت كوفي تقدر تاخد مشروبك من النوم كمان. بعدين هتكلم تاني عن الحياه في اندونيسيا ان شاء الله. ناوي اعمل حلقات كتير قوي عن الحياه في اندونيسيا واتكلم في حاجات كتير جدا حتى البراندات اللي عندهم حتى فيهم السوبر ماركت اللي هو اندو مارت او الفا مارت. محتاجين احنا عندنا في المنطقه العربيه ومصر حاجات زي دي. الكونسبت اللي هو زي بيبقى زي السوبر ماركت وداخل السوبر ماركت فيه اي حاجه انت عايزها سواء تاكل في نفس الوقت بيسخن لك اكلك يجهز لك اكلك تشرب تاخد الكوفي بتاعك كل ده داخل السوبر ماركت. بعدين ان شاء الله ممكن اعمل لكم تاني فيديو اتكلم فيه منها عن الحياه في اندونيسيا وفي نفس الوقت ممكن نجمع معاه بعض الحاجات الموجوده في الاماكن العامه والشوارع والكلام ده. ده لمحب السوشي. اغلب المطاعم اللي موجوده هنا هتلاقوها مطاعم اللي هي المطاعم الاندونيسيه والمطاعم الاسيويه. تقريبا كانوا عربيتين اهو دخلوا في بعض دلوقتي. انا الست انا مش عارف هي عايزه ايه واقفه الطريق سد الطريق كله. المطعم ده برضو كويس جدا انا اكلت من عنده بس ما اعرفش اقرا اسمه بصراحه. اسمه غريب كده شويه بس هو مشهور. يعني انا موجود هنا مع زوجتي وهي اللي اقترحت عليا ناكل المطعم ده حلو بصراحه. وكالعاده انا في المطعم في الحاجات اللي انا ما اعرفهاش قوي بجيب ناسي جورينج الاكله المفضله بالنسبه لي اللي هو الرز المالي. المكان هنا اوقات كتير جدا بيكون زحمه جدا 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 خصوصا اوقات السبت والحد الاجازه الرسميه. بتاوي كيتشن. بتاوي كيتشن ده اللي هو تقريبا اكل جاكرتا او اكل اهل جاكرتا.
على قد ما اقدر بحاول اكتشف لكم اماكن جديده ما رحتهاش قبل كده، على قد ما اقدر بحاول. اندونيسيا بصراحه ما اتشبعش منها، سواء اماكنها او حتى الاماكن انت بكل شويه بتزورها، هي بصراحه ما تتشبعش منها. دي منطقه تانية برضو، طيب انا عايز اخرج اوريكم بس المنطقه الخارجيه، وهنا في كمان منطقه اي تي ام لبنك منديري. عايز اخرج اوريكم المنطقه الخارجيه. طيب ده الشارع الرئيسي. في زحمه شويه، انا عايز اوريكم المنطقه المنوره هناك دي، تقريبا ده مول اسمه ليفينج وورلد. عايز اخدكم اوريكم المنطقه اللي هناك. ده كل ده كده منطقه البرودواي، كل حته المنطقه اللي هناك دي كلها لغايه الظهير اللي ورا كمان. طيب خلينا نجرب نعدي. هنا بجد بالنسبة للطرقات والمرور والشارع في جاكرتا الحياة صعبة جدا. كل ده يعتبر بالنسبة لي مش زحمة، جاكرتا كده مش زحمة. أنا شفت جاكرتا بالذات خصوصا على الساعة 5 كده 6 خروج الموظفين، بجد الله يكون في عون الناس هنا أهل جاكرتا بصراحة. الزحمة بتوصل ممكن عشان تعدي المنطقة ممكن تقعد فيها 3 ساعات. فخلونا نجرب نعدي كده نعمل تجربة. وانا شايف ان في خلطبيطة شوية هنا. ولازم نجري شوية لحد ما هنا. انا مش شايف فيه اشارات مرور. طيب معلش بقى لو الكاميرا او الصورة او التصوير مهتز شوية، ده غصب عني. طيب انا عايز اعدي دلوقتي، عايز اعدي. اوقات بيكون مهمة انتحارية هنا في جاكرتا، خصوصا لما في الشوارع مفيش اشارات مرور. الحمد لله عدينا بنجاح. طيب ده وصلنا المنطقة المقابلة للبرودواي، ده مول اسمه ليفينج وورلد. وحلو حلو الحاجات اللي عارضها دي، جميلة. يا اخي والله فنانين، والله بجد ارفع القبعة للشعب الاندونيسي، بيفنن في الجمال. ازاي بيوزعوا الجمال كده، انت فاهم؟ سواء الاضاءات الموجوده في المولات، سواء استمتاعهم بالاجازه الرسميه، خروجاتهم. وزي ما بقول واكد في كل فيديو، باقل التكاليف وباعلى ليفل، على حسب انت عايش تعيش بايه في اليوم الاجازه بتاعك. لكن المهم ان هم هنا بيستمتعوا جدا باي يوم اجازه بتاعهم. المول حلو، الديكوريشن اللي معمول ده مميز برضو، واخد جو وشكل. انا شايفه من هناك من برودواي، فقلت لازم اجي اشوف ده ايه بالظبط. هو ده مول عادي، ده مول عادي تقريبا عامل زي ليفينج بلازا الموجود عندي في مدينة شيكارانج، ولكن ده محبكها شويه ومزودها جامد في الاضاءات.
فعامل جو. طيب نرجع بقى تاني، نرجع كما كنا لمنطقة البرودواي. بالمناسبة برضو السيارات الكهربائية دلوقتي بدأت تنتشر هنا في اندونيسيا وخصوصا جاكرتا، بقيت كتير بشكل ملحوظ اشوف السيارات اللي هي الكهرباء. نرجع تاني، مهمة انتحارية ان انت تعبر الطريق. طيب خلينا نحاول نعبر كده واكلمكم اول ما اوصل هناك على خير ان شاء الله. طيب وصلنا الحمد لله لمنطقتنا مرة تانية البرودواي. طيب بشكل عام تيجي المنطقة هنا ولا لا؟ انصحك تيجي، وخصوصا لو انت عائلة او اسرة جاية معاك اولادكم. المكان تحفة بصراحة، مكان جميل جدا، في انشطة كتير تقدر تعملها، خصوصا زي ما بقول هو كله كافيهات ومطاعم، وفي منطقة اطفال، منطقة العاب اطفال. المكان بصراحة اكتشاف، مكان اكتشاف. هل تكرر الزرع؟ ممكن اكرر الزرع عادي، المكان حلو بصراحة. زي ما بقول انت ممكن تيجي من الساعة 6. معلش انا قلت ادي عربية برضو الكترونية تانية، ناسي اسمها الماركة الصينية دي، بس بقيت اشوفها كتير قوي قوي، اللي حوار السيارات الكهربائية. فبصراحة ممكن اكرر الزرع تاني وتالت ورابع عادي، المكان بصراحة ما تزهقش منه يعني. خروجة حلوة، بيبدأ بالليل، المكان بيبقى حلو، زي ما شفتوا في كده باند وناس بتغني تقريبا بشكل يومي. الحياة هنا موجودة نفس الحوار ده كده، ما اعرفش ايه اللي بيزمر ده. طيب خلونا ندخل. ده مطعم كوري، ده مطعم ياباني، نظام اللي هو السوشي. في اعداد كتير بقى، اعداد كتير جدا تقدر تاخد مشروبك وتقعد هنا. ايه احلى روقان لغاية الساعة 10 بالليل، المكان بيقفل. هناك ده سوبر ماركت كوري تقريبا، اسمه جي اس ذا فريش بريميوم. تقريبا انا كده غطيت تقريبا معظم المنطقه تقريبا، ولسه في منطقه تانية ورا شويه، بس انا تعبت فعايز اروح اشرب لي حاجه. ده السوبر ماركت او الميني ماركت. وزي ما بقول امورك طيبه هنا، كل مكانات الاي تي ام، البنوك موجوده، وبره كان في بنك منديري فمش هتغلب في الكاش معاك. وهنا اغلب المطاعم كلها بتقبل عادي البنك ترانسفير او تدفع بالديبت او الكريدت كارد. طيب انا دخلت كده السوبر ماركت اللي هو الكوري، وبيقدم برضو اكل برضو،
يعني اللي هو ايه، لو انت غلبت من كميه المطاعم اللي بره انا برضو عندي اكل مفيش مشكله. وادي الاسعار تخيلوا داخل سوبر ماركت، يعني هو اصلا مش ناقصه كميه المطاعم اللي بره، ولكن ما شاء الله موجود كمان تقدر تاكل داخل السوبر ماركت، اللي هو لو فاتك اي حاجه مفيش مشكله تقدر برضو ايه تعوضها هنا ما شاء الله. شويه سناكس. السوبر ماركت كبير، يبدو ان هو كبير. المنظر ده كده حاجه برضو من الحاجات الكويسه اللي لسه شايفها او ملاحظها، هي ما شفتهاش كتير قوي في جاكرتا ولكن موجوده، فلما شفتها هنا في المكان ده قلت لازم اعمل اوريكم، بس اوريكم فيديو عنها. يعني بصوا كده المكنه دي عباره عن ايه. المكنه دي عباره عن ان انت بتعمل داونلود للابلكيشن الموجود ده اللي هو اسمه بلاستيك بي، وبتاخد بوينت. طيب ايه الفكره؟ الفكره انت بتحط الازاز البلاستيك وبتاخد مقابلها بوينتس بتجيلك على الابلكيشن، والبوينتس دي بتقدر تحولها بعد كده على الفلوس على محفظتك، يا اما جو باي اللي هو تبع جو فود او جوجيك، او عن طريق الشوب باي او الاوفو ابلكيشن اوفو. ف لا بصراحة المكنة دي جميلة جدا، محتاجينها عندنا في منطقتنا العربية. أول حاجة منها بتحافظ على البيئة، وفي نفس الوقت أنت بتعلم الناس، أنت بتاخد عليها فايدة، بتاخد عليها فلوس. ف لا بصراحة كويسة جدا المكنة دي. طبعا أنا منبهر، يعني أنا بالنسبة لي المكنة دي منبهر. أتمنى بجد إنها تتطبق عندنا في منطقتنا العربية. المكنة دي موجودة في نفس السوبر ماركت الكوري اللي هو اسمه جي اس ذا فريش، وبالمناسبة السوبر ماركت ده أسعاره حلوة جدا ورخيصة جدا كمان، ما عدا المنتجات اللي هي الأصلية اللي هي المستوردة من الخارج دي هتلاقوا أسعارها غالية شوية، لكن مجمل وبصراحة سواء الأكل جوه أكل رخيص جدا، سواء المنتجات أرخص بكتير جدا من سوبر ماركت موجودة تانية في مناطق تانية أو في مدن تانية. فا لا السوبر ماركت ده بجد اول ما تيجوا هنا لازم تدخلوا تجربوا وشوفوا السوبر ماركت ده. وزي ما بقول المكنه دي حلوه جدا وموجوده عندك في منطقتك، بجد المكنه دي كويسه جدا زي ما قلت، منها بتحافظ على البيئه وفي نفس الوقت انت منها بتاخد عليها فلوس، حاجه مش وحشه جدا يعني. هنا بقى نريح شويه، دي معانا قهوتنا الجميلة. مكان تحفة، مكان تحفة ولازم له زيارة تانية. مرة واحدة دي ما تنفعش، دي محتاجة مرتين ثلاثة أربعة. مكان جميل بجد، وزي ما انتم شايفين كده المنظر كله مستمتع مع حاله. اعتقد كده الفيديو خلاص خلص كده، انا تعبت عموما يعني، ف
اتفرهدت انا في حوالي 4 ساعات موجود هنا. ان شاء الله اشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى يكون في اكتشاف لمكان جديد، لان الفتره دي حاليا مشغول شويه، فاتمنى ان شاء الله اعرف اعمل فيديوهات جديده واماكن تانية جديده. الحاجه الوحيده بس اللي اتمناها منكم ان انتم تدعموني بلايك وشير واشتراك، واكون شاكر جدا ليكم بجد. يلا سلام عليكم.